عمي انتم والله ذهب ورود. انه نجي الى موضوع السؤال الكويشن. منطوق السؤال مات الكويشن هو هاي كلمة الكويشن لازم تعرفوها. في صفحة 5 قاعد اراجع الكويشن موضوع ان في حبايبنا ايش عندنا نفس الاسلوب مالت النفي. اسلوب الكويشن نفس الاسلوب مالت النفي. نروح ذن الكلمات. شنو ذن الكلمات؟ اسرحوا لهن الافعال المساعده. هن الافعال المساعده عندكم هواي بس ذن الاساسيات. ايش بيها ذن الافعال المساعده؟ هذني اذا لقيناهن ناخذهن في بدايه الجمله. شلون يعني؟ ما دقيقه دقيقه. مثلا قال يا ابا شي is angry وقال لي يا بسوي لي question. يا بشنو معنى question؟ معناها سؤال. والله عمي انت مورود. فش راح نسوي؟ بس هاي ال is نوخرها ونخليها بالبداية. هاي صار عندي سؤال. شو اكو صعوبة بي؟ متأكدين؟ مثال زي خلينا نشوف الاسئلة الوزارية. مثلا هاي منطوق السؤال question. عندنا فعل مساعد إزو آم وآر وز. نعم. إيش راح نسوي؟ راح ناخذ الآر نخليها بالبداية أمو في فان. ها نعيد عيدها أستاذ بعد بعد نشوف إن فعل جملة بهاي. أكو بيها فعل مساعد. نعم. راح ناخذ الفعل المساعد راح يصير is there an escalator in the mall. بقى ونكمل الجملة وهكذا بقية الشغل نشتغله. أكو إشكال بيها يا بي؟ لا. متأكدين؟ مثلا زي أستاذ هسا هاي بيها فعل مساعد؟ آه نجي هنا هسا عرفنا إذا عدنا فعل مساعد بالجملة شو نسوي. طيب وإذا ماكو فعل مساعد نجي لهاي. إذا كان الفعل إذا عند عدم وجود فعل مساعد، إذا ما لقينا فعل مساعد شنو اللي راح نسوي؟ راح نروح للفعل. أكو طلاب ما يندلون الفعل وين؟ الفعل تلقوه وين؟ ثاني كلمة. جيد. إيش بيها ثاني كلمة أستاذ؟ ثاني كلمة إذا لقيناها ماضي تقلب إلى المضارع. قبل شوية سولفنا عليها. عيدها أستاذ. شلون يعني؟ يعني قال إن they play tennis. وقال لي يا بسوي لي question. شنو معنى question؟ معناها سؤال. حلو. سؤال. عندنا فعل مساعد؟ لا ما عندنا فعل مساعد. راح نروح الثاني كلمة لقيناها استاذ ماضي. ايش مدرك بويا بيها ماضي؟ والله بيها ايدي. راح نحذف الايدي ونخلي did بالبداية. صار عندي سؤال. دقيقة. صار عندي سؤال. بس لا تنسون علامة الاستفهام يرتوها. مثال آخر يقول he send me a letter. احنا ايش راح نسوي؟ قال لي منطوق السؤال سوي لي question. طيب عندنا فعل مساعد وين فعل مساعد؟ اكو واحد قاعد يسولف. وين؟ شيل يدك يا عيني. ماكو. إذا ما عندي فعل مساعد راح أروح الثاني كلمة لقيناها ماضي. ساشو ما بيها إيدي. إيد النشوات لازم تحفظوهم. لقينا ماضي. إيش راح نسوي بالماضي؟ راح نقلبها للمضارع ونش نخلي بالبداية. خلي ديد راح تصير ديد. هي سند مي ألتا. طيب أستاذ دقيقة وقف طينا مجال. نعم يا ابويا قول شو تريد. شنو المجال تريده؟ زي استاذ احنا الشواذ ما حافظيها شلون بينا؟ اي هذا اللي راح يصير سبب رسوبك لان من الشواذ اعطيتكم اياها في بدايه السنه الدراسيه واشرت لكم المهمات انتم ما تبون تقرون وهاي مشكله راح توقعون بيها. ولهذا راح يصير تدريبنا على الشواذ منا ورايح. شنو تدريبنا؟ صفحة 115 كل يومية امتحان ايه 10. يعني المحاضرة الجاية البي والبيكم والبرين والبريك والباي والكا. ها لا كلهم رجعت بكلامي اريدهم كلهم. عندك اشكال؟ لا عافية.
خطيئة حبيبي. شنو هو شنو الخطيئة انت؟ نعم يلا الحد نقطة ثمانية. يلا الحد 12. هي بقت على الثنين شان العشرة صنع 12 بقت على الثنين 8. هاي ليش تستهينون بأن الأرقام الثنين والواحد؟ وهاي الاستهانة من الأرقام مصيبة كبيرة جدا. شلون؟ نعم اشرتوهن. بس شلون راح اختبركم بيهن؟ بطريقة مرتبة وطريقة بحيث عمركم ما تنسوهن ان شاء الله. ان شاء الله شلون راح اختبركم بيهن؟ راح نطلع الخانه مالتكم. ثالث متوسط نفتح لكم خانه يصيحولها خانه الشواذ. الشواذ الشواذ عافية إذا سهلات يعني راح تقدر تحفظها. شلون استاذ؟ بالسرعة راح تصير. أقول لك يلا مثلا أختار أقول لك يا بها شنو هاي بي شنو ماضيها؟ تقول لي was التصريف الثالث مالها بن وهاي become شنو ماضيها؟ became. نقلب الاو الى اي تصريف يرجع نفسه. البرينج براوت براوت بريك بروك بروكن باي باوت باوت الكم كيم كم دو ديد دان وايت ايت ايتن. هيش تقرا لي اياهن واحد واحد اسئله. ها؟ شهوان اريدهن يخلصن. ها ايش في هذا؟ شهوان اريدك تحفظهن. يقول لي سوي اذا حفظتهن مثل سعيد صالح يقول له انت نقرا اي قال اذا نجحت بالله. هو احنا اريدك تنجح. ايش فيك عيني ايش فيك؟ اي بوي اقول لك خاف خاف اذا نجحت مثلا تتمرن. طيب هسه نرجع اذا لقينا نروح قلنا نروح ثاني كلمه اذا لقينا فعل ماضي يقلب للمضارع وش نضيف؟ شو نضيف؟ did. زين زين استاذ واذا لقينا اس نحذف الاس ونخلي داس. شلون يعني استاذ؟ دقيقه شلون؟ خلينا نفتهم القصه. تعال افتهم يا عيني. قال لي شي ريدز اي وين راحت؟ شي ريدز ستوري. قال لي هذا سوي لي اياها question. شنو معنى question؟ سؤال. سؤال حكي ذهب. لا اول مره نفكر اكو فعل مساعد؟ لا ماكو فعل مساعد. اذا ماكو فعل مساعد لقينا ثاني كلمه اس راح نحذف الاس وش نخلي؟ خلي does في بدايه الجمله صارت does she read a story. ها صار واضح؟ اكو مشكله؟ طيب إذا كان الفعل مضارع بدون يعني لا لقينا ماضي ولا لقينا بيها إيدي ولا شواذ ولا إس شرح يعني شلون؟ اعطيني مثال عليها. مثلا they ها العفو they open the door. يا بسوي لي اياها شنو هاي؟ سوي لي اياها question. شنو معنى question؟ سؤال. ايش راح نسوي؟ نروح اكو فعل مساعد بويا؟ لا ماكو فعل مساعد. اكو اس؟ لا. اكو اي دي؟ لا. خلاص اذا كل شيء ما نسوي شو نسوي؟ بس خلي دوب البدايه هاي هي نحط عليها السؤال. صعبه؟
متأكدين؟ لا خلينا شوي نسوي لكم اختبارات عن هذا الموضوع. شو نسوي لنا اختبارات اليوم تشمالك؟ مثلاً هذا قلنا لكم she is nice سويناها negative. لا نفي نفي not. طيب والوير ضيف not وير not وريد لحظة في الاسم نضيف doesn't لحظة في الايدي ونضيف didn't. وهنا أنا لقينا ايدي لحظة في الايدي ونضيف didn't. وهنا أنا لقينا فعل don't. هنا أنا في حالة السؤال وين أنا في حالة السؤال وين أنا في حالة الاسم نضيف does نادي بلاس نضيف does همان نادي بليدي ونضيف did نضيف do. صار واضح؟ اكو مشكلة بيها؟ وانتهينا من هذا.